اسماء وايد تغيرت عندنا، في خيل تأقلمت وفي خيل ما تأقلمت. احنا انه مستحيل ان بنستسلم ونقول بس خلاص. الحصان دي الوحيد اللي يعني ان شاء الله بيكون مرشح اذا دش في الغايه. تخميني ما شاء الله يكون اي حصان من دلين، اهم شيء حصان يسبق في النهايه. اوكي 1 2 3 يلا المخرج. احلف قال له احلف والله الحمد. السعادة تكمن في الرحلة وليست في الوصول، فالطريق إلى بطولة العالم طريق صعب جدا، تحديد من أين بدأ وكيف سينتهي. كل ما يقرب الوقت حق كأس العالم كل ما تغير وايد أشياء. وايد أشياء تغيرت الحقيقة. أربو الحصان مرة واحدة انصاب، وإصابته كانت وايد قوية. هاي متى صار؟ كله عقب السباق تقريبا. تحس انه يعني رجع بولي الأولي؟ والله شوف على حسب اليوم، إذا طلع من الفحام اليوم اسمه بالحصان اللي بينحط في اللستة، ما أعتقد انه بينحط في اللستة. تتوقع انهم يستحقون فرصة انهم يكونوا موجودين في كأس العالم؟ انا بقول لك شيء، اللي الناس العالم القدرة اللي انت ما تتوقعينه ممتاز هو اللي بيكون ممتاز. معناته الحين صرنا 9 9 هورسز ها 9. قبل هذه اللقاءات وقبل الحديث عما وصلنا اليه من نتائج الاستعدادات لكاس العالم، مرينا في كثير من الاحداث ابتداء من الموسم المحلي مرورا بالموسم الاوروبي، من وينزور الى شانتي الى السويد وصولا الى تولوز. مرينا بفوز وخسارة وانتصارات عظيمة وأخرى بسيطة، ومرت علينا أسماء خيول ملفتة جبرتنا أن نطريها في كل حديث، وأسماء أخرى مرت علينا مرور الكرام، وكذلك الفرسان والمدربين والاسطبلات، إلا أن كل ما فات كان الطريق أو الطريقة للوصول إلى كأس العالم، ولأن هذه البطولة لنخبة النخبة فهي في المقام الأول للفرسان النخبة. وفي المقام الثاني للفرسان الذين تأهلوا بعدد من الخيل لهذه البطولة. وكما هو وجود أسماء هؤلاء الفرسان في المقدمة اللي ما وصلوا له من فراغ، فالقرعة والصدفة والحظ كلمات يفترض أن توضع جانباً أيضاً عند اختيار الخيل المرشحة لتمثيل منتخب البحرين. هل تحس أن إحنا جاهزين حق كأس العالم؟ إحنا إن شاء الله بنكون جاهزين لكأس العالم. إحنا بنعطي 110% من عمل وإن شاء الله ودقة واحتراف في العمل. الخيل إن شاء الله أنها بتعطينا بعد كذلك خيل طيبة اللي مدخلينها كأس العالم. هما طبعا يبون من كل منتخب 4 روس، عندنا إن شاء الله أكثر من 4 روس جيدة تنافس في بطولة العالم، علما أن بطولة العالم أرضية صعبة جدا، تضاريسها جدا صعبة. كل العلوم اللي ياتنا عنها هي جبال، والوقت اللي بنشارك فيه بيكون تقريبا حرارة جو سباق شانتي، يعني رطوبة وحر ومسافة أطول، وحتى تضاريس الأرض بتكون أصعب. فإحنا تركيزنا من الآن وصاعد هو تجهيز الخيل حق أنها تركض بهالأجواء هذه وبهالتضاريس المذكورة. ومن هذا المكان بعد سباق شانتي، ولأن الخيل اللي مرشحة مستقرة في الإسطبل الواقع في نفس المنطقة، كان من الضروري أن نعرف المجموعة المرشحة واللي تم إعدادها وتدريبها، لأن من خلالها فقط راح يكون عندنا مقياس
حتى لو ما كان دقيق، ولكن على الأقل واضح لما نحن مقبلين عليه. الحصان عنده كذا مركاض، أقوى مركاض سواه في البحرين، وثاني أقوى مركاض سواه في 160. حصان أول مرة يروح 160 كانت مؤشراته وايد طيبة. الحصان سمو الشيخ ناصر بن حمد حب يجربه وخلاه تحت ضغط من بداية السباق، والحصان أكمل في المركز الثاني مع أقوى حصان في فرنسا. وطبعا كان متخيل الحصان هو رائد، حصان ألماني مشتراه تقريبا من 3 شهور، والحصان ما كان في التمرين معانا، كان مع أجانب، وحبينا أن نأهل عبد الرحمن الزايد في إستن بارك، وتخيل عبد الرحمن الزايد هناك وخلص على الحصان 160. الحصان مسوي مراكيض، بس نحتاج وقت عشان نتعرف على الحصان أكثر. حطانا مؤشر أنه هو حصان زين، بس ما نحط تحت ضغط. اللي بنحتاجه حق بطولة العالم بيكون الخيل السليمة والخيل المو بسريعة وايد. هذه الحصان غني عن التعريف وأحبه وايد، هو بولي، حصان بطل العالم في جونيور، وأركض في كاس رئيس الدولة ويه مركز الرابع، وكان في مركز الثالث في العام في الجونيور، ووصل مركز الثالث بس ما اجتاز الفحص البيضاري. الحصان جاته إصابة وريحنا الحصان، الحين راد يشتغل، وإن شاء الله إذا الحصان حط في سباق وعطانا مؤشر إنه هو الحين سليم، يمكن يكون واحد من الخيول اللي بنشارك فيها هناك. بينحط في سباق قبل هاي الفترة؟ أكيد لازم ينحط في سباق ونشوف شنو قدرات الحصان. 160؟ لا مو بشرط انه 160، لانه هو حصان بطل واصلا عنده 160ات من قبل، مسوي عندنا وعند راعي القديم اللي شرنا من عنده. بس فالحصان ما يحتاج يعني له سباقات، يعني انش تبين تشوفين كواليتي الحصان. الحصان هو كواليتي، هو بطل، بس تحتاجين ان تعرفين انه هو الحصان بتم سليم ولا الإصابة بترد له مرة ثانية. يعني بس سباق 120 بيكون كفاية إنه هو يعطيكم المؤشر اللي أنتوا تبون تشوفونه حق يدخل الحصان. إيه. البلان اللي محطوط له إنه يروح 80 كيلو في البداية، وإذا كان سليم ينحط في 120، وإذا طلع منها إن شاء الله والدكتور طمننا إن الحصان يقدر يروح ويشارك، إن شاء الله بيكون واحد من الخيول. هاي الحصان فتوت، حصان إيطالي. انشرى من قبل 6 شهور، كان مركض في كاس الشيخ محمد، وشريناه من ذاك السباق، وكان في الإمارات ودربناه في الإمارات، ويه وأركض في كاس السقراط، خذ المركز الخامس يا السادس، كان عليه هود، صار لها سنة عندنا، فايزة في بطولة العالم 7 سنوات، وأركضت عندنا سباقين في الإمارات، واركضت في كاس السقراط ويات المركز الرابع مع الشيخ محمد بن مبار. فرس بعد من شريناها من الامارات من كاس الشيخ محمد، واركضت مع سلمان رضي في كاس السقراط، كان اختبار حق الخيل هناك ونشوف، لان الارضيه كانت مقاربه حق امريكا. حصان ارجنتيني تو مركض في ارجنتين ويا المركز الثالث. الحصان عنده 3 مرات 160، عنده خبره في 160، وشرا سمو الشيخ ناصر بن حمد، لأن إحنا حاولنا أن تكون عندنا مجموعة أن نرتاح في التمارين، يعني ما نكون متروعين أن نمرن الخيل وتتعور، فدائما يكون عندنا البديل. صغيرة في السن، عمرها 8 سنوات، أقلهم خبرة، عندها نتائج 120 120، ومتأهلة حق بطولة العالم، وبنركضها مرة ثانية في إستن بارك اللي بيكون تاريخ 13 آخر يوم حق التأهيل حق بطولة العالم، وبيتخيلها جعفر ميرزا. بيكون هاي اللي يسوي له ريفرش حق، بيسوي ريفرش حق جعفر عشان يصير إليت، وحق الفرس نفسها أنها تأخذ لها مركاض قبل بطولة العالم، يمكن إذا احتجناها يعني نختارها حق البطولة. بعد استعراض هذه الأسماء من فيكتوريوس تحديداً، اللي أكيد اختيارها ما جاء من فراغ، إلا أني أتوقع استعراضها أثار عندكم بعض التساؤلات، كما أثار عندي بعض الاستفسارات اللي راح نستعرضها في عدد من اللقاءات.
انزين الحين احنا يعني استعرضنا اسماء الخيل. لما كنت اتكلم مع سمو الشيخ ناصر عمد كنت اقول له يعني احنا حتى بالتعريف اللي انت اعطيتني اياه عن كل خيل قلت احنا ما نحتاج حصان بطل حق كاس العالم، نحتاج حصان او خيل في معايير معينه. بس ما تحس انه يعني دخولنا حق بطوله العالم؟ لا بالعكس، تحتاج بطل دخل في محك حقيقي اختبرتوه، اختبرته اوريدي دي المعايير اللي تبونها وفوقها انه هو دخل محك حصل مركز اول. من وجهة نظري احس هاي شيء وايد مهم. يمكن احنا الخيول اللي احنا استعرضتها اللي يعني دائما نسمع عنهم يعني في الفترة الاخيرة تمام رزم، البقية نفس ما قلت يعني مشاركاتهم يعني مرت عليها سنة مثلا. نعم صح. فش رايك؟ صح. شوف حصان اللي فعلا يعني مرشح هو حصان رزام، ولأن قائد الفريق الملكي هو العقل الذي يرسم كل الخطط كان لي معاه هذا الحديث المفصل عن رزام وعن باقي تفاصيل هذا الحدث. إذا بنستعرض الأسماء اللي بتشارك أو اللي أنتوا قاعدين تعدونها حق تشارك في بطولة العالم، سموك صحح لي، يعني أشوف بعض الأسماء مثلاً رزام تمام هم اللي نسمع أساميهم مؤخراً، البقية مشاركاتهم شوي بعيدة، ما أعرف إذا هاي الشيء شكل لكم عامل إيجابي أو سلبي، أكيد هاي أنتوا تقيسون. بالعكس إحنا عندنا حصان أتوقع لنا يكون مفاجأة إذا رحت إن شاء الله التمرين يا جناحة يرويك الحصان ويقول لك إن هذا إن شاء الله مفاجأتنا لكأس العالم. إحنا ودينا خيلنا اللي أنا مرشحها من صوب فيكتوريوس، أتكلم كمدرب فيكتوريوس، وديت أنا 4 روس إلى بطولة كاسل ساقراط في فرنسا أثناء رمضان. 160 صعبة الأرض كلها جبال، معروفة أنها من أصعب سباقات فرنسا، مقاربة إلى أرض أمريكا. دفعنا برزام في الأمام وقلنا له يحاول يكسر ريكورد ويكون بروحه من الانطلاقة، لأن أنا في بطولة العالم راح أعامل الحصان بنفس المعاملة إذا كنت راكب رزام أو إذا أحد ثاني كان راكب رزام يعامل رزام بنفس المعاملة، بيروح من الأمام بيكون مندفع في بطولة العالم ويحاول إن شاء الله ينافس على المراكز الثلاثة الأولى. الخيل الباقية أدت أداء جدا طيب، خلصت 160 صحتها ممتازة، ردت اشتغلت الخيل ما فقدت وزن، ما خذ منها السباق، وعطتنا انطباعات ممتازة في إنها هي تتحمل هذه الأرضية وهذا النوع من السباقات. فبالعكس عندنا مجموعة 4 روس من فيكتوريوس، إن شاء الله إنه يعني لهم نصيب إن يكونوا من منتخب البحرين، وكذلك الاسطبلات الباقية بعد تعد خيل. نعرف إن الرعود عندهم تريدر، تريدر غني عن التعريف، أنا ركبته وجيت المركز الثالث في بطولة العالم. تريدر إن شاء الله نيجهز بسرعة، أعرف إنه بطل، روح أروح بطل، بس إنه ما سابق من فترة طويلة وخذ له فترة راحة، والحين الحمد لله دخل الجدول ويقدرون أهل الرعود يعطونك عاد أخبار نسألهم ضروري ضروري تعرفين عنه. ومن حزتها لليوم ما حصلت فرصة ولا التقيت بالشيخ دعيج، لكن قبل أسبوع تقريباً سمعنا أخبار مشاركة تريدر في سباق 130 كان متصدر من المرحلة الأولى للأخيرة، إلا أنه استبعد في الفحص البيطري الأخير، وما أظن أنه مؤشر مبشر لخيل مرشح. ولكن بما أن طرينا رزام ولأنه مو من الأسماء اللي تمر مرور الكرام، كان لازم نحاول أن نناقش كل المآخذ اللي التصقت باسمه من بعد مشاركته في كاس الملك وعدم مشاركته في وينزر وحصوله على المركز الثاني في كاس السقراط. حسيت رزام كان بالمستوى المطلوب اللي أنت وكنتوا يعني متوقعين له؟ والله مثل ما تشوفين يعني تفرق يعني الأرضية بين البر وبين البحر بين أوروبا، يعني بالبر يعني مثل ما تشوفين يعني كل متر ولا 50 كلها ماء على طول، يعني هنا يعني ما في ماء في 160، وأول 160 لحق الحصان، فالحصان من بداية 160 كيلو على 6 مراحل، من بداية أنا في المقدمة، يعني بروح من الظلام من الصفر انطلقت كنت قدام في المقدمة لين المرحلة الخامسة، يعني ضاربهم تقريبا 20 دقيقة. رزام ما كان جاهز 100%، جاهزيته كان 70% حق 160، واللي سوينا له في بطولة 160
عملناه معاملة حصان جاهز رايح للفوز. احنا كل اللي نبي نشوفه هي معايير غير الفوز. اليوم المدرب يبي يشوف معايير حصانه اذا هو يتحمل ال 160 او لا. مرات عندنا خيل تكون ابطال في ال 120 ما شاء الله عليها الى الفنش قويه تكون، تزيد عنها المسافه كيلوين ثلاثه تلقون تختلف عليها الامور كلها. في ال 100 كيلو كذلك نفس الفلات ريس 100 200 متر تغير الحصان. فانا كنت ابي اعرف الحصان هل عنده روح الصبر والمنافسه او لا. الحمد لله طلع يتحمل المسافه، خلص ال 160 تعب لان احنا ضغطناه يعني بشكل مهول، رحنا 20 دقيقه عن المركز الثاني وبقى رائد يضغط الحصان من الانطلاقه لين الفنش، فاحنا حطينا في بريشر. عاده الخيل اللي تسوي ال 160 المره الاولى عاده يخلونها تخلص بس المسافه وبعدين يحاولون يضغطونها، انا ما عندي وقت فانا خليته يخلص 160 بالبرشر العالي. الحمد لله اعطاني مؤشرات جدا طيبه، انا انقال الله الحصان طلع بدون اي اصابات وطلع الامور تمام ووصل سليم الى امريكا، يكون رقم صعب، رقم صعب صعب في ان شاء الله يا فوز او الثلاثه الاوائل. انت تتوقع ان مثلا اللي سبق اللي ياب اول تتوقع مثل مستوى في كاس العالم؟ هذه اقوى حصان في فرنسا واعتقد انه هو بيكون اقوى حصان في العالم. هذه الحصان اقوى قلب في فرنسا واكثر خبره حصان رايح 160 هذه الحصان اللي بيكون الحصان الفرنسي. حصاننا كان بيتفوق عليه ذاك اليوم بكل اريحيه اذا الحصان ما كان مضغوط زائد عن اللزوم. احنا ضغطنا الحصان من بدايه السباق وكان الفارق بيننا وبينه نص ساعه في المرحله الثالثه يا الرابعة. حصاننا تعب في المرحلة الخامسة، خف الحصان رزان، فهو مركض على ذي الأرض وعرف متى يزيد ومتى يقل. إحنا ما رحناها يعني ما ودينا الحصان عشان يسبق أكثر ما نبي نختبره ونشوفه إيش قد بيتحمل 160. هذه كان هدفنا. الحصان هي المركز الثاني، بس أنا أعتبر رزان فايز على ذي الحصان، بس لأن إحنا كنا نبي نختبر الحصان، فهذا الشيء يعني اللي خسر الحصان يعني مو لأن الحصان ما كان يقدر يفوز ذاك اليوم، كان يقدر يفوز ذي الحصان. تقصد لو كانت الاستراتيجية مختلفة كان بيكون أول؟ إيه أكيد. خلينا نقول إن بعد هذا الحديث ممكن نضع رزام ضمن قائمة الأبطال، لكن ماذا عن بقية المرشحين؟ إنزين ما جاوبتني على ذاك السؤال اللي سألتك إياه. أي سؤال؟ السؤال. قلت لك إحنا حين داخلين بطولة العالم، أوكي؟ نعم. وانت قلت ان انت محتاج معايير معينه حق كاس العالم مو محتاج بطل، وانا قلت لك ان انا احس لا ان احنا محتاجين دي المعايير وفي نفس الوقت محتاجين بطل. نعم اكيد انت اكيد ان انا محتاج بطل. ليش انا اقولش مثلا اذا بولي كان سليم انا بخلي بولي واحد من الخيول اللي بدش في بطولات العالم، مع انه ما اركض من العام، صار له سنه واقف الحصان. فاكيد انا احتاج البطل، بس المواصفات موجوده في بولي. هالمواصفات اللي في بالي انا موجوده في بولي، انه هو حصان راكد وحصان عنده اكسبيرينس وحصان قلبه زين وحصان عنده 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 القوه انه يقدر يوصل لل 160، ما ما يعني ما يستسلم لاخر شيء، يعطي كل اللي عنده في السباق. وفي النهايه هو حصان مو حصان اجريسيف، حصان هادئ، حصان عنده خبره. اتوقع انا في احسن خيل حاليا حق بطوله العالم هو بولي اذا كان سليم. اوكي. وحتى في خيل اجهز منه، نعم في خيل اجهز منه في التمارين ومركضه، بس انا يعني ما امن في في, في المراكض يعني اقول لازم الحصان انه راكض ثلاث اربع مرات عشان يكون مؤهل، هذه ما اقتنع فيه انا ولا بامن فيه. يمكن حصان انا عندي راكض ركضه واحده ويجي في سباق ثاني يؤدي احسن من اللي ركضه اربع خمس مرات. كل اللي مرينا فيه من تجارب وانجازات في السباقات تقف جانبا عند الوصول للانجاز المنتظر تحقيقه في بطوله العالم، ولذلك التخطيط اولا ثم الجهد والعقل وبعد ذلك سنرضى بالقدر، ولذلك كل قرار كان ممكن ياثر على هذه المشاركه لابد أن يناقش. أنت تعمدت أن احنا ما نشارك في البطولة التجريبية حق كأس العالم؟ صحيح، أولاً السفر بياكل من الخيل
بيتعب الخيل لأن سفرة طويلة وما نحتاج يعني إحنا نسفرها مرتين أو ثلاث. وبعدين أنا كنت مركز في بطولة شمال أمريكا للآيرمان، فأنا كنت يعني بنفس اليوم 28/4 كنت مشارك في بطولة الرجل الحديدي في أمريكا، فالمخ متشتت شوي ذاك الوقت. إحنا كذا مرة سابقنا بطولة، ما مضطرينا يعني نروح إلى بطولة تجريبية عشان نعرف البطولة، إحنا عندنا فرساننا عندهم خبرة في التعامل مع الأرض في حينها، فما أشوفها يعني بالعكس يعني شيء رئيسي إنه لازم يكون في البطولة التجريبية. الواحد كل ما كان قريب من الخيل ويحط كل وقته مع الخيل ويكون ويركز على الخيل بيعرف أي خيل اللي بيصلح حق هالسفر. وإحنا أنا كنت أتمنى إن أنا كنت أروح هناك وأشوف السباق بنفسي، ما سمعه من غيري، فهالأمور إحنا ما توفرت عندنا. يعني مثلاً أنا الحين قاعد أدرب حق بطولة العالم وأسمع من الناس إن البطولة بتكون كذي وكذي، بس ما رحت أنا بنفسي، يمكن أنا عندي نظرة مختلفة عن الباقي. بس الواحد اللي ركب ولا الواحد اللي يقول لي ما حد يوصل لك كل المعلومات اللي أنت تحتاجها. يعني أنت كان مثلاً هو فارس بيقولك والله في لفات في ذي، بس إذا أنا أروح أشوف الأرضية في أمور أنا أقدر أغيرها في وايد أمور، يعني في الخيل نفسها، طريقة تدريبها. فمن كذي الشيخ ناصر الحين غير تدريب الخيل حق بطولة العالم، وإن شاء الله نتوفق فيه. يعني فما عندنا إلا هالحل إلا نغير أسلوب التمرين. يعني أنت كان ودك إن إحنا نشارك في بطولة تجريبية مالت كأس العالم؟ أكيد أكيد، إحنا متأخرين في كل شيء ترى، إحنا متأخرين. أنا أقول لك ما عندنا تنظيم، ما عندنا شيء. هاي اللومة مو بلومة على الشيخ ناصر، هاي اللومة لومة على الإداريين والمدير وغيره. هذه يعني الواحد يعني متأخرين في شنو بالضبط؟ في التنسيق، في الأمور المفروض تتوفر لك، في المشاكل اللي أنت تصادفها. يعني مشاكلنا موجودة من 10 سنين نفس المشاكل. يعني هل أنت مدرب ولا مسؤول كروم ولا مسؤول شنو بالضبط؟ يعني شنو أنا وظيفتي شنو مثلاً؟ هل أنا مساعد مدرب سمو الشيخ ناصر، ولا أوفر هنود، ولا أوفر الأمور اللي تحتاجها الخيل؟ هل الأمور أنا مفروض بس أقولها وتكون متوفرة؟ أتمنى أن ما يأثر هذا الموضوع على أدائنا في كأس العالم، وإن أثر فراح يكون لنا عنه حديث آخر. فمن المستحيل أن من الحين نتوقع سيناريو معين لما سيحدث. سيناريو ما تبي تكرر في بطولة العالم؟ سيناريو ما بيتكرر، يمكن السيناريو اللي احنا غلطنا فيه. والله الحقيقة يعني ما في شيء، لا يعني ما في سيناريو موحد. تعرفين احنا مجريات السباق ما نعرفها إلين ما نطوف خط الانطلاقة. نعرف شنو هي مجريات السباق، انا في المقدمة، انا في يعني في نص السباق، انا في المجموعة المتأخرة، ما نعرف. اللي ما أبي قد إنه ما صار لنا من قبل. اللي ما أبي إن إحنا ما نستعجل. ها، ما أبي سيناريو بطولة عالم نورماندي في 2014 يتكرر. اللي هو كان شنو؟ تعبت كل الخيل. كل الخيل تعبت. وفاز سمو الشيخ حمدان بن محمد، بما ذلك يعني حتى منتخب الإمارات تعب كله. بس لأن كانت اليمامة فرس عن 1000 فرس ما شاء الله عليها، يعني كانت فارقة عن الجميع. يعني حتى في برنامج المشي يقول لي الشيخ محمد كانت إذا تمشي بس عقب 15 دقائق هي يمكن كيلو قدام الخيل كلهم. فالفرس يعني مخلوقة غير سبحانه. أنا لليوم أسمع عنها ينضرب فيها أمثال، اليمامة ينضرب فيها المثل. إحنا شفناها، شوف العين شفناها تسبق فرس ما شاء الله عليها. يعني نحتاج ننطر بعد سنين إلى ما تينا يمامة ثانية. بس نورماندي استعجلنا، ما قرينا الأرض وتحمسنا وما بغينا نترك بعض، وكل واحد قام يجر الثاني، كل واحد قام يجر الثاني. ما نحسب حسبة إن بتجينا عقبات في المراحل القادمة، وكل ما لا بتصير أصعب. فبدت الخيل شوي شوي، أنا كنت المركز الثالث لين المرحلة قبل الأخيرة، وطلع حصاني ميتابوليك، يعني شيء في البطن معناته إن الحصان تعب. فإن شاء الله إن إحنا ما ننجرف ونتبع بعضنا في هال، خاصة في أرضية أمريكا. اللي بيصبر وبيود حصانه فرش
إلى المراحل الأخيرة أعتقد بيكون رقم صعب وبيسبق إن شاء الله. يعني تحتاجين حصان وتحتاجين فارس، حتى الفارس مفروض يكون راكد، والفارس مفروض يكون عنده لياقة، لياقة يعني ناس ما نقول أكثر من الحصان نفسه، لأن عشان يقدر يشيل الحصان. في مثلاً شيء معين في التحكيم تحاتونه مثلاً لما أنتوا دائماً تشاركون في بطولة العالم؟ دائماً في بطولات العالم وبطولات كبيرة مثل بطولة أوروبا ولا إلى آخره من هالبطولات اللي إحنا نشارك فيها، الدكاترة يكونون تحت ضغط كبير، فما يبون أي مسؤولية، يبون يخلون مسؤوليتهم بالكامل، فإذا شافوا الحصان في أقل قليل يطلعونه، ما يعطون فرصة أو يقولوا مثلاً يعني خبت الحصان بي يعني أوكي يعني عالجوا الحصان سووا له شيء، أبداً يبون الحصان يكون سليم 100% من الستارت إلين بعد الفنش. وشفت اليوم الحادثة اللي صارت معاي في شانتي، يبون الحصان سليم إلى حتى إلين عقب الفنش. فإحنا خايفين بس إن الأطباء يتحمسون زيادة عن اللزوم ويبون يخلون مسؤوليتهم ويخلونا إحنا عاد في مأزق، يعني ما نقدر يعني نتصرف معاهم، ما نقدر نرويهم إن هذا الحصان طبيعي ولا هذا شكله ولا هذه ركضته. الله يسترنا. بس أكيد بنشوف الفريق الملكي البحريني في بطولة العالم متفرد بدون أي أحد ثاني، أقصد في مثلاً الفريق الإماراتي. بطولة العالم عموماً بتنحصر من الحين أقول لك، المنتخب الإماراتي طبعاً، المنتخب البحريني، المنتخب الأسباني، وفرد واحد من المنتخب الفرنسي. هذا هو الترشيحنا اللي بيكون يعني من التوب ثري. حصان فرنسي خطير اسمه تارزيبوس، أيه. هو اللي سبقنا في كاس السقراط، اعتقد انا ارشحه في بطولة العالم اذا ما غلطنا. اذا غلطنا وهو خلانا نروح ويانا في المراحل الاخيرة، احنا نتحمل المسؤولية. الامارات ما تعرفون شنو مدخلين للحين؟ الامارات عندهم الحين بتحيرون في اختيار الخيل، هم اصلا عندهم مجموعة كبيرة بس ما عندهم خيل مثلاً بطل، ما عندهم خيل يعني نفس الأسامي اللي دخلوها في بطولة العالم، نفس نابولي، نفس عجايب. كمل كمل. بس غريب يعني شو اللي خليهم يوصلون لقبل بطولة العالم ما عندهم هاي الأسماء، ما عندهم مثل هاي الأسماء؟ والله شوفي الإمارات دائما الأبطال تنبع منهم، من ديرتهم تطلع، مشتراهم وايد. بس عقب تشوفين نابولي ثاني، عجايب، فرس ثانية تطلع، فالبطل عندهم يعني يطلع كل سنة، فمو بغريب إنه بيطلع لك بطل جديد في كأس العالم. ممكن في أسماء إحنا ليحن ما نعرفها يعني ما استعرضوها، ما استوقع. والله ما 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 اصلا ما اعرف الانتري مالهم شنو الخيل اللي بيدخلونها، كل شيء بيبين كله قريب من السباق. الحين عندهم كل ديره عندها تقريبا الدخل يمكن تخلي في الانتري 15 خيل، عقب شهر يكون عندك 10 خيول، وعقب 10 ايام قبل البطوله يا اسبوع خلاص تختارين يسمونه الديفنت انتري. الحين رائد بتخلونه يركب في كاس العالم ولا لا؟ والله اكيد رائد بعد من الاليت ما نقدر عليك. رائد نخبه. اكيد بنخليه يركب. وبالحديث عن الفرسان خصوصا النخبه اللي الخيارات لهم مفتوحه، فاكيد كل واحد حاط في باله حصان وده يكون معاه في كاس العالم، فالاختيار عند الشيخ، فنشوف ان شاء الله. بس انت لي ودك يعني حق كاس العالم بولي؟ اذا ودي بين بولي ورزام. من في بالك؟ والله حاليا رزام. اوكي. وثاني خيار احتمال المفاجاه. المفاجأة. ولا جناحي بيقول لنا الاسم باكر؟ ما ادري يمكن يقول لك الاسم. والله الحصان اللي بيكون مفاجأة حق كأس العالم، الحين حاليا عندنا عدد من الخيل. زين، وما احب اخلي فوكس انا على حصان معين. اوكي. خلي الفوكس الحين كله على رزام، والعالم كله تتكلم على رزام، خلينا نخلي الفوكس على رزام، نخسر حصان ولا نخسر خمسة؟ ما ادري يمكن يقول لك الاسم. بتعرفين الحصان ان شاء الله، بتشوفينه مثل فايبر شكله، بتعرفين ان هذا
هو المفاجأة إن شاء الله. هاي من؟ هذه الحصان حصان إيطالي. أوكي. بتوت اسمه. هو الحصان مركض 160 من. أنا خمن إنه هاي هو. لا. والله. تخمين. والله إن شاء الله يكون أي حصان من ذلين. أهم شيء حصان يسبق في النهاية. هل في أحد كان في بالك ما قدرت تتأهله في هاي الوقت ولا الأمور كلها حالياً؟ حالياً تمام. حالياً تمام. الحقيقة يعني الخيل ممتازة، أعطتني أداء جداً طيب. في حصان واحد ما قدرت أهله اللي هو ووترلي. أيه. لذلك دخلنا 120. بس لأنه يوم رجعنا حق ركوردة يحتاج وقت طويل إلى ما يوصل ل 160 لأنه ما كان عنده 160 في السابق، ولا هو حصان مرشح طيب حق ال 160، هو حق مسافة ال 160 مثل أخوه تريدر، هو أحسن يمكن في المستقبل. حاليا تريدر أحسن منه لأن الأرقام تثبت، بس هو فيه إن شاء الله الخير وفيه من الأمل إنه هو يؤدي في البطولات إن شاء الله القادمة بإذن الله. فهذا الوحيد اللي راح عنه. ولا ننسى بعد الشيخ دعي ترى عنده راسين بعد بطل يسمونه الثالث تريدر. هذه أهم الحصان، وفي حصان ثاني عنده ودون. ما أعرف الصراحة إيش قصة رائد في الفترة الأخيرة مع فريق الرعود والشيخ دعيج، ولكن في كل الأحوال تريدر وتكلمنا عنه، وودوين شفناه في سباق السويد اللي كان مفحام بالنسبة له، وما أعرف إذا كان مفحام مناسب لكأس العالم خصوصاً وأن الأرضية ما كانت كثير صعبة. بس المفاجأة أكيد أقوى من تريدر. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لأن حالياً هو أجهز. وعشان نشوف جاهزية الخيل وقتها طلعت نشوف التمرين مع جناحي وكملنا الحديث. بس انت تقولون يعني في امور قاصره الناس ما تعرف. لا صح، بس أنا تشوف الشكل يعني. انا احب اسمع ذي الاشياء لانه ايه استر. تشوف الشكل بس الشو مو كل شيء ترى. شو ذي في النهايه بس في الاوبريشن في القلب بداخل الشيء اللي قاعد يصير ما حد يدري عنه. احنا الامور اللي قاعد نعاني فيها ما حد يدري عنها، ترى الناس كلها مرتاحه يعني. في النهاية أنت تسوي الإنجاز وأنت تسوي ينتسب حق واحد ثاني ترى. إيه يروح حق واحد ثاني. أنا أقول لك يعني الفارس يأخذ حقه أكثر من اللوادم كلها. المدير هو اللي بيطلع فيها، بيكون هو اللي نجح الفريق، هو المدير وغير الأمور. بس الحين الواحد الفعلي اللي قاعد يطور الفريق فعلا هو الشيخ ناصر. من مسك هو طور الفريق. 15 سنة أنا ما شفت في الفريق شيء، كله أسمع رقم 15 وجريدة شكبراه حطينا مركز الثامن مرشنا في بطولة. هذه آخر شيء تروحنا هالبطولات. إحنا الشيخ ناصر ما يبيها أصلاً إنه يفوز فيها. البطولات هاي المحلية مالتهم الدولية اللي يسمونها اللي في فرنسا ما يبيها، فما قاعد يدخل خيلنا. لو يدخل خيلنا يبيها اسمه كتب. خلصت أسئلتي. انتهت أسئلتي وقتها، لكن الأكيد أن الطريق إلى بطولة العالم إلى الآن ما انتهى. فهل لازالوا المرشحين صامدين من بعد مفحام تولوز؟ وهل رزام لا يزال على رأس القائمة؟ من هو المفاجأة وهل لازال مفاجأة؟ ومن هي الخيل اللي استحقت أن تسجل في القائمة؟ ولذلك لنا في هذا الطريق تكملة.